سلموا الأحرار على فخامة الشعب الجزائري العظيم، وخاصة على كل محور المقاومة وعلى رأسهم إخوتنا في غزة، بعد 366 يوم من الإبادة الوحشية التي لم يشهد لها مثيل لا العالم القديم العالم الحديث. وتحية إجلال وتقدير إخوتنا في لبنان، رحم الله شهدائهم وأعزهم ونصرهم. حزب الله يلملم جروحه ويدخل فعلا في الحرب، ينظم صفوفه، لأنه ما حدث له في الأيام الأولى من هذه الحرب الوحشية صعب جدا أنك ترجع منه وأنت في هذه الحالة. لكن مع ذلك هم مقاومون، هم محاربون، هم كانوا جاهزين لمثل هذه الأمور ووفقهم الله ورجعوا، والآن يذكون الخيشوم من تاع ما يسمى أقوى جيش في المنطقة، والجيش الذي لا يقهر. الجيش الذي لا يقهر جعلت منه مقاومة محاصرة على مدار 15 سنة، مقاومة حتى قول الرسول النبي عليه الصلاة والسلام التي هي الفئة التي لا يضرها شيء حتى وإن خذلها من يجب أن يقف معهم، حتى وصف النبي لم يكن كاملا، لأن الخذلان يكون بحالتنا احنا في الجزائر اللي رانا خاذلينهم فعلا بعدم الخروج معهم على الأقل كشعب لكي نبين لهم كل التضامن، لأننا خايفين من مخابرات إرهابية ومن نظام إرهابي قتل الشعب الجزائري كما يقتل الكيان الصهيوني خاوتنا في غزة وفي لبنان. هذه المقاومة 15 سنة لم يخذلها العرب، لم يخذلها الجيران، بل يحاربونها ويقطعون عليها كل مقومات الحياة ليس السلاح. لذلك هذه المقاومة مقاومة غزة شعبا قبل المقاومين، لأنه لولا الحاضنة الشعبية، لولا الصبر لمدة عام كامل، لم ولن يستطيع أي مقاوم وأي جيش في العالم أن يقف أمام هذا التحالف الذي يعتبر أكبر تحالف عسكري عرفه التاريخ. مقاومة غزة لا يوجد لها مثال في التاريخ البشري. أنا جزائري وأفتخر جدا بأجدادي وجداتي الذين قاوموا الاستعمار الفرنسي على مدار تقريبا 132 سنة، لم يتوقفوا فيها يوما على المقاومة. فخور بتلك الحرب التي قام بها والثورة التي قام بها أجدادي وجداتي في 54 ودامت 7 سنوات ونصف، واستشهد منها ما يفوت 1.5 مليون من الجزائريين بطريقة مباشرة، نحسبوش بالطريقة غير المباشرة. فخور بها جدا، لكن لا نستطيع أن نقارنها بما يحدث وما حدث في العام الماضي وما ما زال يحدث في غزة. لماذا؟ في العهد 54-62 يا إخوتي لم تكن، أولا الجزائر كانت الجزائر مليئة بالجبال، تضاريسها تضاريس صعبة، تضاريس تجعل من المقاوم يجد المخابئ ويجد الملاجئ أين يذهب. تأتي زمرة لم ترى النور، سجنت في مساحة عايش فيها أكثر من 2 مليون إنسان، مسجونة لا يدخل لها شيء حتى من مقومات الحياة، حتى الكالوريات محسوبة، تصنع شبكة من الأنفاق، ربما النمل وما أدراك ما النمل، واحتار فيها، تعمل تجهز نفسها بأنها أخذت القليل من الإسمنت والقليل من الحديد الذي هو موجه أصلا لإعادة البناء من جراء التدمير اللي دمروا إسرائيل كل عامين في غزة، باش تعمل بعض الأسلحة، استطاعت أن تجيب أنابيب من البحر ومتفجرات من البحر لتصنع قنابل وتصنع صواريخ توصل ترعب حتى أعداء الله. هذه المقاومة ليست من جنس البشر، هذه المقاومة أصبحت أشكك أنهم مثلنا. هذه المقاومة وعلى رأسها شعب غزة ليسوا مثلنا. هؤلاء ما بقي من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام الذين نصروه في أحلك الأيام، في أحلك الأيام. لذلك البارحة ومنه البارحة لم أخرج لأتكلم عن 7 أكتوبر. لماذا؟ لأني بالنسبة لي هذا ليس عيد ميلاد أين يجب أن نتذكر الغزاويين وغزة إلا في عيد ميلادهم. أنا أرفض هذا المبدأ، لذلك جئت اليوم في 8 أكتوبر، أين انضمت بدأ انضمام محور المقاومة على رأسهم لبنانيين، وعندما أقول لبنانيين كل أشراف لبنان، لأن لبنان فيها الوساخة والقدارة التي تجعل الآن قادة المقاومة والمقاومة في حد ذاتها فارسة سهلة، نحن نعلم ذلك. لكن ما تدفعه اليوم لبنان بدمائها من أجل غزة، كل الاحترام وكل التقدير يجب أن يكون لها، وكل الاحترام لحزب الله وقادة حزب الله ومقاومين حزب الله والحاضنة الشعبية حزب الله، وكل لبناني ليس مع حزب الله لكن يقف مع المقاومة ويقف مع تحرير بلاده ويقف مع الغزاويين ويقف مع تحرير الأرض من النهر إلى البحر.
الثامن من أكتوبر بالنسبة لي هو الذي جعل الأقنعة تسقط وتجعل الثابتين يظهرون إلى العلن. رأينا من يدعي أنه خادم الحرمين يذبح في المسلمين، ورأينا من كانوا يقولون لنا أنه مجرد ذراع إيران، وإيران تريد أن تفعل تريد أن تفعل، يقف ويدفع بالثمن بأغلى الأثمان، ويدفع الثمن بأغلى الأثمان وهو الدماء. هل توجد أغلى من النفس؟ بل هو النفس النفيس. إذن جيت في 8 أكتوبر لكي أذكر أنه غزة ما لازمهاش عيد ميلاد، لبنان ما لازمهاش عيد ميلاد. كل الأيام وجبت علينا أن نتذكر إخوتنا، وأن نتذكرهم، وأن نقف بجانبهم، وأن أهم شيء أن نتبنى ما يتبنونه، وهو تحرير الأرض. تحرير الأرض كما حررت الجزائر الأرض وما زالت لم تحرر، لأن عملاء فرنسا هم من يحكمون فيها. هذا ما يجب أن يكون نقطة إلى السطر. أما المثبطون ومن يدعون أن الطوفان لم يفعل ولم يفعل، فتعال أعطيك بعض الأصعدة التي جعلت أو يمكن أن تحسب حسب كل خبير استراتيجي أن المقاومة فازت وتفوز الآن، لأنه بكل بساطة يكفيها فخرا أنها أهم أمرين قام عليهم الكيان الصهيوني هو الأمن في إسرائيل والأمان وقوة الردع. الجيش الذي يقهر، الموساد الذي لا الذي يرى النملة في ليلة حالكة الحلوكة في وسط الصوف الأسود تستطيع أن ترى النملة. أثبت لها أبطالها تلك الزمرة، أثبتوا لهم أنهم ولا ردع ولا ذرع ولا شيء ولا قبة حديدية، وقتلوا كل العقيدة وكل البروباغندا التي بناها بناها الكيان الصهيوني على مدار كل تلك السنوات، وباستعمال إمكانيات لم تتوفر إلى أحد أو إلى بلد أو إلى إمبراطورية في كل حياة وكل التاريخ اللي عرفناه. هوليود وراءها، كل الموسيقى، كل كذا، كل الإعلام، كل الجرائد التابعة لهم، كل الأموال، كل أصحاب الأموال الكبيرة، كل ذلك، ولم يستطيعوا أن يقفوا وقفة أمام 2000 أمام بضعة و2000 دخلوا لهم عن طريق كل الطرق وبنوا ترسانة استطاعت أن تصبر عام وما زالت تستطيع أن تصبر أعوام أخرى، لأنه عقيدتهم أنهم يقاتلون بما يصنعون ويتوكلون على من لا يضيع عنده من يتوكل عليه. أول أمر أنها خرقت الأساس الذي بني عليه الكيان الصهيوني، الأمن والأمان لما يسمى الإسرائيليين في وسط إسرائيل، وكذلك قوة الردع عند الجيش الذي لا يقهر. هذا الاثنين قصفتهم في 7 أكتوبر، في 7 أكتوبر من العام 2023. دخلت المقاومة، محور المقاومة، عن طريق حزب الله، فأرادوا أن يخلوا غزة من سكانها، فأخلى لهم حزب الله كل الشمال من سكانه. دخل محور المقاومة اليمنية فقطع عليهم البحر، وأغلق لهم أهم ميناء، واللي هو ميناء إيلات. أعلن إفلاسه قبل أشهر بخسائر مالية تقدر بعشرات المليارات من الدولار. على المستوى الاقتصادي، خسائر الحرب وحدها المباشرة، تكلفة الحرب وحدها مباشرة هي 66 مليار دولار. أما الخبراء يتكلمون عن هروب ما مجموعه 1000 مليار دولار من إسرائيل. الخبراء يتكلمون على أن النانو تكنولوجي انتقلت من المنطقة الغربية للعالم إلى المنطقة الشرقية في الصين، وكل العالم ما عدا أوروبا وأمريكا وغيرها انتقل إلى السوق الصينية، خاصة بعد ضربات البيجر وضربات التالكي والكي في لبنان. وكيف عرف العالم أن إجرام هذه الصهاينة إلى أي مدى يمكن أن يصل، ومعها طبعا ما يسمى بالإمبراطورية الأمريكية. هروب ما يقارب من 1 مليون إسرائيلي من إسرائيل، أرادوا أن يهربوا أصحاب غزة فثبتوا في أرضهم كشجرة الزيتون اللي في عمرها 2000 عام. وهرب اللقطاء الشرذمة اللي جاءوا من برا ليرجعوا إلى من أين أتوا. نزاعات عرقية وداخلية إذا توقفت الحرب ستنتج عنها ما يكون ربما الحطام الأخير لهذا الكيان اللقيط. في مقابل ذلك لم نرى الشعب الفلسطيني خاصة موحد كما هو موحد اليوم على المقاومة تاعه، لم نرى الشعوب العربية موحدة كما هي موحدة اليوم على القضية الفلسطينية، لم نرى خاصة أن الشعوب العربية متوحدة على أن سقوط أنظمتها يجب أن يكون، لأنه لازم ملزم إلى كل مؤمن بالقضية، لأنهم مجرد عملاء أخوانا. مع كل هذا النصر لا يرى الآخرون نصر على المستوى المقاومة، مع
أنهم يخبئون حقيقة الخسائر البشرية نتاعهم، لكن إذا ثقنا في خبرائنا العسكريين فعشرة آلاف قتيل من جهة الصهاينة لا يستطيع أحد أن ينحيها لهم. خسائر من عند القسام وحدها مباشرة تتكلم عن ألف آلية، والبقية سينهيها حزب الله، مش فقط سينهيها. اليوم خرج خبير عسكري إسرائيلي ليقول بكل كلمة واضحة: لا نملك من الدبابات ما نقابل به في لبنان. إذن استنزاف فيما يسمى القبة الحديدية التي أصبحت، كما رأينا في هجوم إيران وكما رأينا في هجوم حزب الله وحتى في هجوم البارحة من عند القسام بعد عام استطاعت أن تضرب تل أبيب، أصبحت القبة الحديدية التي ليست حديدية والتي ليست حتى خشبية. وزيد ربما الفوز الأكبر أن بعض الجبناء الذين كانوا يظنون فعلا أن هذا البلد اللي سناه إسرائيل أنه صعب جدا أن يخترق، صعب جدا أن يغلب، رأوا في 200 صاروخ إيراني كيف أنه هذا البلد سهل جدا، سهل جدا لدرجة أنه كل شعبه دخل تحت الأنفاق. وكيف استطاعت إيران أن تحدد المناطق الحيوية بما فيها منطقة الموساد ومنطقة العسكرية ومنطقة والمطارات العسكرية وغيرها من الأمور، واستطاعت أن تضرب كل تقريبا المراكز العسكرية نتاع إسرائيل في رسالة كانت ربما مدمرة، كانت مدمرة. كل هذا طبعا معه خسائر بشرية ما دخلتش، لا تدخل في الحساب الحربي العادي أو الكلاسيكي، بل هي عمليات انتقامية إبادية لشعب مسالم، شعب سلمي، شعب مدني قتلت منه هذه الآلة الحربية الأمريكية رسميا حسب الصحة الفلسطينية 41 ألف مدني، منهم 16 ألف طفل و 11 ألف امرأة، 60% منهم امرأة وأطفال. يعني أننا قاعدين نحسبوا في الرجال، هم كل الرجال مقاومون، يعني هم داخلين في الحرب سيدي، 60% رجال ونساء، ماناش قاعدين نحسبوا حتى في الشيوخ، الشيوخ ماناش نحسبوا فيهم. 100,000 جريح، 10,000 مفقود، بل أنا أعتقد أنها أكثر من 100,000 مفقود. 86% من غزة دمرت، 100,000 طن من المتفجرات، 5 مرات هيروشيما وناكازاكي. والآن مع كل هذا هناك من يريد أن يطبع، وهناك من يمنع شعبه من حتى الوقوف بالكلمة مع غزة والغزاويين. منذ 30 سنة، منذ ما يسمى بأوسلو، لم تشهد القضية الفلسطينية زخم كما شهدته بعد انطلاق طوفان الأقصى، لدرجة أن السلطة الفلسطينية قاعدة تجني في ثمار المقاومة وهي تقبض وتحارب المقاومين. هذه بركة رسالة إلى دعاة السلام مع القتلة. السلام لا يكون مع القتلة، السلام يكون مع بنو آدميين، لا يكون مع القتلة. أما الآن يجي حنايا الناس العاديين لنقول ماذا نفعل، ماذا نفعل؟ دعك من ماذا تفعل وماذا تفعل، لأنه لا نستطيع أن نفعل فرادى، لكن نستطيع أن نفعل الكثير مجتمعين. ولا يقول لفرد في أي بلد عربي يسمع هذا الكلام من وصله، لا يستطيع أي فرد في العالم العربي يجي يقول لي مثلا الله غالب علينا احنا يا ما قدرناش، ماذا نفعل، أيدينا مكتفة، أيدينا مربوطة. لا يا صديقي، وجب علينا بعد عام من الإبادة هذه، أنتم تعرفون أنت تعرف وأنت تعرفين إذا كنت شاهدني اليوم، أنه تفرعنا على إخوتنا الصهاينة إلا لضعف منا، وضعفنا لم يأتي منا بل أتى من حكامنا، ونعرف جيدا أن حكامنا ليسوا شرعيين. وجب علينا أن يتبعنا من يحكمنا، وإلا فمكانه بين مكانين، سواء سجن أو مقبرة أو قبر إن قبله ذلك القبر. لذلك إلى كل الشعوب العربية، السبب الوحيد الذي يجعل من الصهاينة يقتلون بدون حاسب أو رقيب في إخواننا هو ضعف حكامنا، بل عمالتهم، بل خيانتهم. لذلك بعد ما رأينا إخوتنا يموتون، هل سيبقى فينا خوف ولا ننهض لنغير هذه الأنظمة وتأتي أنظمة من صلب الشعب؟ على الأقل تقف موقف تستعمل به ما تكتنز به أراضي هذه البلدان، لتبتز به ذلك الغرب البراغماتي الذي يرمي كل كلب بعد انتهاء مهمته. وسيكون مهمة الصهاينة كالكلب إذا قمنا فعلا كما قام به الملك فيصل رحمه الله، على الأقل عندما أعلن الجهاد من بلد الحرمين. اليوم لا تنتظروا إعلان الجهاد من بلاد الحرمين ولا من شيوخ الحرمين الذين اعتادوا على الخرفان المحشية واعتادوا على الحرير، لا تعتمدوا عليهم، اعتمدوا فقط على من يقف مع الحق.
ومن يقف مع الحق اليوم تحبوا أو تكرهوا هي إيران ومحور مقاومتها. فنقول لكم أنا اليوم أنا الجزائري السني على المذهب المالكي، اللهم إن كان فيهم خير فوفقهم إليه. أتكلم عن إيران وعن حزب الله وعن المقاومة في حماس وعن المقاومة في اليمن والمقاومة في العراق وفي سوريا وفي غيرها في بقاع الأرض. سلام غزاوي، سلام لبناني على كل أحرار هذه الأمة.